أحسن الله منكم السودان وصلتنا رسالة من السائل الذي رمز لشيه براء من عين، يقول أولا أسأل عن السترة في الصلاة، كم طولها وكم عرضها وما حجمها ومتى توضع يا فضيلة الشيخ؟ السترة في الصلاة تستحب للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه تكفي سترة إمامه، ليس للسترة وصف معين، وإنما تحصل السترة بما كان مرتفعا قدر مؤخرة الرحل كما جاء في الحديث، بشيء مرتفع قدر مؤخرة الرحل وليس لها عرض، ولا تكون مرتفعة جدا وإنما تكون بقدر مؤخرة الرحل من حصاة أو شجرة أو جدار أو غير ذلك، هذه هي السترة. وإذا كان يصلي إلى جدار فإنه يكفي سترة له.